ما ممكن حسام يروح له يقول له انا جاي لك، انا جاي صلاح اطمن عليك، انا جاي صلاح اطمن عليك، ايه القضيه يعني؟ هيروح يعمل له ايه يا كابتن؟ يروح يتفرج عليه لو عنده ماتش، يتفرج عليه على التلفزيون عادي يعني، فاهم اقصد يا كابتن؟ يعني اصل هو الموضوع ده لو عمله، ده كابتن لازم يلف على كل لعيبه اللعيبه المحترفه، فاهم قصدي؟ يلف عليهم، ده ما هم دول لعيبته اللي هيكسبوه. طب انت شايف ده صح يا كابتن؟ انا شايف ان في مدربين كتير جدا في الدول العربيه بيعملوا جوله حوالينا، ومدربين اجانب كانوا ماسكيننا بيعملوا جولة على اللعيبة المحترفة يطمنوا عليها ويشوفوا أداءها على الطبيعة ويشوفوا حالته. ده مش عيب. لا هو مش عيب، مفيش حاجة، بس هيضطر يروح على اللعيبة كلها، كل المحترفين. يروح تركيا ويروح، أو يبعت مساعدين، هو يروح أماكن ومساعدين يروحوا أماكن. يروح ألمانيا، وإيه المشكلة؟ يلف لفة. وبعدين الدوره الجايه ما هياش بتتعرف على امكانيات لعيبه، دي لعيبه انت عارفها تمام. ده بالعكس، ده انا الدوره الجايه دي اجرب لعيبه جديده اشوفهم ينفعوا دوليين ولا لا. صح، انا بتفق معاك. شايف ان كابتن حسام اللاعب المحلي غير اللاعب الدولي. دي حقيقه يا كابتن، دي حقيقه، بتفق معاك. في الدوري 200% وبعد كده تيجي تلعبه ماتشات دوليه تلاقيه مش موجود معاك. صح. تتوقع ان كابتن حسام هينجح يا كابتن في ظل الظروف اللي موجوده وفي ازمه اللعيبه؟ يا رب ينجح، انا بتمنى له. حسام عنده اصرار، وعزيمه وانت عارفه عارف يعني طبعًا. انت برضه اتمرنت طبعًا. عنده اصرار وعزيمه وجلد، هو وابراهيم. شايف يا كابتن ان اتحاد الكوره هيسانده وهينجحه يعني زي من الاخر هيبقى داعم ليه ولا هيقابل مشاكل؟ انا ما اعرفش اتحاد الكوره هيسانده ولا لا، لان انا ما عنديش ثقه قوي في اتحاد الكوره. طب ليه بقى يا كابتن؟ مش شايفهم بيخططوا، ده الاتحاد دلوقتي كله في السعوديه. يعني انت لو عايز تروح تمضي ورقه ما تستنى لما الماتش يخلص. انا هسأل سؤال يا كابتن بجد والله، هم كلهم رايحين يعملوا ايه؟ يعني كل رايح يعمل ايه؟ يعني انت لو ليك مصلحه في الاتحاد لا والله تعملها. انا والله العظيم انا قاعد هنا اجازه. يعني الاتحاد اجازه تصدق؟ يعني استنى لما ماتش الاهلي والزمالك يخلص، طب والموظفين فين سافروا؟ طب المسؤولين فين سافروا؟ مفيش ولا واحد يخلص مصالح الناس. الدنيا تستنى تقف لحد ما شايف يا كابتن في كلام اتقال في اليومين اللي فاتوا دول ان مستر فيتوريا هيرفع قضيه على اتحاد الكوره، شايف ان الازمه هيرفع؟ ده رفع مش هيرفع، رفع يعني، خصوصا كمان ان هو اتكلم ان هو قال اتحاد الكوره عامله معامله وحشه جدا ومعامله سيئه، رفع خلاص نهائي. رفع عليه قضيه، رفع. شايف الازمه دي هتخلص ازاي؟ هل هيبقى في الازمه هتبقى مستمره؟ هياخد فلوس